الخير على كل متابعي اليوم السابع. احنا معاكم من قرية او عزبة الحجر تابعة لقرية طنط الجزيرة، تابعة لدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية. طبعا شهدت مأساة وواقعة بشعة، راح ضحيتها شاب في ريعان شبابه، وكان كل خطأ انه احب زوجته واعطاها ومنحها كل شيء، وكانت طلباتها اوامر كما قال اهل القرية واهله والجيران، ليكون مصيره في النهاية طعنة بالسكين في صدره. احنا دلوقتي مع اسرة الشاب محمد عبد الحفيظ الله يرحمه، وهيحكوا لنا تفاصيل الواقعة، ايه اللي تم فيها، وقبل تفاصيل الواقعة كانت ايه علاقته بزوجته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني عرفنا بحضرتك واحكي لنا تفاصيل الواقعة، وقبل الواقعة كانت علاقة محمد بيكم ايه؟ محمد ابن خالي وصديق، محمد ابن خالي وصديق دراسة طبعا. محمد شاب زي ما قلت لحضرتك، هو وحيد والده ووالدته، والده متوفى وهو عنده 9 سنوات. تمام. تربى تربية سوية جدا، محمد شخص سوي، ملوش أي خلافات مع أي بني آدم في الدنيا بحالها، مش مع ولا زميل شغل ولا زميل دراسة ولا أي حاجة خالص، شخص مسالم بطبيعته يعني. تمام. محمد اتزوج من 4 سنوات. تمام. زي ما بنقول كده، محمد مخلي مراته ملكة يعني. كانت أوامر، ما فيش، عاوزة تكييف هجيب تكييف، عاوزة ستاير بالريموت هجيب ستاير بالريموت، عاوزة فرش هغير فرش، عاوزة دي، عاوزة اطلع في شرم هطلع شرم. محمد كان حاجز ان هو يطلعها مصيف لسه، كان في حاجز في حاجز المصيف، محمد كان مطلعها لسه رحلة برضو قبل كده مصيف برضو. محمد ما بيتأخرش لانه فتى مدلل، معلش، هو لوحده وحيد، هو مالوش غير اخت واحدة صيدلانية. تمام. ووالدته ست كبيرة ما لهاش لا في الخروج ولا هنا ولا هنا، وأسرة كلها أسرة طيبة، أسرة محترمة، عمه دكتور جامعي، عمه التاني أستاذ في التربية والتعليم، مدير في التربية والتعليم، ناس محترمين، ما لهمش أي سجلات يعني خالص من السجلات السيئة يعني. تمام. سجلاتهم ناصعة البياض يعني. محمد الواقعة تلخص إن هو اللي هي مراته كانت طالبة إن هو عاوز تكييف، إني عايز تكييف، عايز تكييفين، عايز تكييفين. هي كلمتني، تكلمتني بالتحديد عشان تسالني على انواع تكييفات معينه، وراحت بي تك، انا شغال في الصيانه، صيانه الاجهزه عامه يعني. كلمتني انا على تليفوني انا، وطلبت مني ان هي عاوزه تعرف انواع التكييفات، وكان في برضو كل ما بروح هناك بتسالني على التكييفات لانك عاوز تشتري تكييف. في يوم من الايام، اليوم قبلها ب 10 ايام او حاجه زي كده، كانت بي تك هي وكلمتني من هناك، انا بجيب تكييفين انواع كذا وكذا، ايه رايك ومش عارف. قلت لها ربنا يقدم لي في الخير، هاتي لو هتجيبها هاتي، مفيش مشكله يعني. تمام. جه بعدها قابلته، جبت يا ابني التكييفات؟ قال لي لا ما جبتش، اصل المفردات المرتب ما نفعتش. اتصلت عليا هي تاني بعدها عشان خاطر اعمل جهاز لاختها. رحنا ومحمد جه معايا ورحنا عند اختها وعملنا، طبعا ده كل ده عشان خاطر نوطد العلاقات يعني، وان احنا اهل في بعضنا، ما بنعديش حد، حتى لو الطرف الثاني مثلا مشاكس فاحنا مسالمين بطبيعتنا. أكيد. ابننا وعندنا عيال صغيره عاوزين نربيهم وعاوزين نبقى دايما في احسن المناصب. أكيد. والحمد لله يعني. رحنا وخلصنا، اتصل عليا هو يومها قال لي انا هجيب تكييف، قلت له ما فيش مشكله. اتصل عليا السبت اخر النهار قال لي التكييف وصل وهركبه باذن الله بكره صباحا. طبعا قلت له ما فيش مشكله حبيبي، لو احتجت حاجه رن عليا. طبعا صباح يوم الاحد كان لسه فاضل يوم شغل، باعتبارنا كلنا شغالين قطاع خاص، اتصل عليا ابن خالتي قال لي محمد اخوك مات. طبعا دي كانت صدمه، دي كانت صدمة بالنسبة لنا يعني عامة يعني. احنا كلنا اتقتلنا، مش محمد بس هو اللي مات يعني. محمد مات سوى ايه يعني؟ انا اتقتل ليه؟ انا محمد دلوقتي خليني في خلافات مع زوجتي، في خلافات مع اي بني ادم في الدنيا. مين اللي عنده الجراءة انه يستل سكين ويضرب بيه؟ ده الانثى دي المفروض انها كائن لطيف، كائن حساس، سكين وجرح 9 سنتي في القلب بلا رحمه بلا شفقه. طب كنت فين يعني؟ ده محمد بسم الله ما شاء الله شاب في ريعان شبابه يعني، عنده قوه يعني، لو هو في وجه المقاومه هيخبطها خبطه واحده تروح فيها يعني، لو وش الوش مش هتروح فيها. معلش محمد في طولي في جسمي كده، محمد رشيق عني كمان. تمام. محمد لو خبطها خبطه واحده، لو هو هيقاوم هتروح فيها. محمد ما قاومش. محمد كان منزل لها على الفيسبوك بوستات كتير ان هو بيتغزل انت اعظم اختياراتي واهم انجازاتي. للاسف هي قتلته، اعظم اختياراته هي اللي قتلته.
يعني محمد ما كانش عنده خبره في الحياه، محمد للاسف اختياراته جت سيئه. تمام. فللاسف احنا مش عارفين احنا ده ذنبه ايه، ان هو يتعمل فيه كده. شاب 29 من عمره ذنبه ايه انه يقتل وانه يتاخد غدر في ليله عيد؟ يعني المفروض ان احنا داخلين عيد، شاب بيحاول يراضي الدنيا بحالها عشان خاطرها، يجيب لها الدنيا تحت رجليها عشان خاطر تبقى هي كويسه وتعيش معاه وتربي العيال، عشان خاطر هو عاوز عياله، هو اتربى يتيم مش عاوز عياله يطلعوا ناقصين حاجه، هو حس بالوجع ده فمش عاوز عياله يحسوا بيه. للاسف للاسف كرر الماساه مره اخرى، بس ماساه فجعتنا كلنا. احنا عاوزين حقنا من القضاء. وكان كان محمد والده توفى عنده كام سنه؟ عنده 9 سنوات. محمد كان عنده 9 سنوات لما والده توفى. محمد توفى والده هو عنده 9 سنوات. محمد يعني اتربى، يعني اتربى في وسط اهله بس اتربى يتيم. للاسف ده اللي ما كناش عاوزينه يتكرر، ان هو محمد ابنه يتربى يتيم تاني. كارثه كارثه بكل المقاييس، يعني بجد مفيش كلام يتقال. لكن الاصعب من ده ان احنا لما حصلت الحادثه وكانت البنت قدامنا وبين ايدينا وكنا نقدر نعمل ما اللي احنا حلالنا نعمله، نقدر نقطعها نقدر نقتلها. لكن احنا ناس تفهم في القانون، تفهم في شرع ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ما ناخدش حد اسير ونضربه، هي اسيرتنا لكن ما مدناش ايدينا عليها، عملناها باحترام. طيب هي في واحده بتكون بتدافع عن نفسها وبتقدر وقتلت جوزها، بتتصل على والدتها ولا والدها تقول له تعالى الحقني انا قتلت جوزي؟ اتصلت طبعا، هي اتصلت على جوزها. جوزها عرف منين؟ والدها عرف منين؟ عرف منين؟ اتصلت من تليفون حماتها. اين الوعي؟ في وعي كامل اهو، في وعي كامل ان هي تجيب تليفون وتطلع رقم فلان الفلاني واتصل عليه ويجي والدها ووالدتها بكامل قواهم العقليه بكامل رزانتهم، شخص عنده هدوء طبيعي ريلاكس، مفيش اي تشنجات عليه. انا جوز بنتي توفى وانا كنت معاه من 5 دقايق، اي حاجه هتيجي في دماغي هلع هلوسه صدمه صعقه، قول زي ما انت عايز تقول قول. لكن ده شخص قعد بكل هدوء بكل رزانه بدون اي بدون همسه جفن. طب انت الخبر وصلك ازاي؟ وصلك ازاي؟ اني طريقه يوصلك بها الخبر يخليك في الوضع ده؟ اكيد مفيش مبرر، مفيش اي طريقه تقول ان الوضع ده طبيعي. محمد الله يرحمه، احنا لما طلعنا تصريح الدفن خلاص محمد دفناه وخلاص، احنا عرفنا مكانه، بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يجيب له حقه. يجي لنا اخبار احنا هنطلعها، احنا هنطلعها، اصل احنا خالها يعرف فلان، خالها يعرف علان. تمام. طب انت احنا 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 بنثق في القضاء المصري، ده من اهل من اهل الزوجة او المتهمه، يعني المتهمه القاتله. هي قاتله بكل الاحوال، يعني ايا كان القضاء المصري سوف يثبت باذن الله. احنا نثق في القضاء ونثق في كل الدوله المصريه وكل عناصرها، احنا في دوله قانون، وكون ان احنا واثقين في دوله القانون احنا ما مدناش ايدينا عليها. هي كانت في حوزتنا، بلغنا الشرطه بكل ادب وكل احترام وقطعنا احنا ايدينا قبل ما نمدها عليها. طب انا عايز افهم، هل كان في مثلا مستوى درجات الخلافات اللي هي بينها وبين محمد انها توصل انها تقتله؟ محمد شخص مسالم بطبعه. محمد ممكن انت هي تكون بتحاوره تمد ايديها عليه ويسكت، يعني يقبل عشان خاطر يعيش. محمد صديق من اصدقائي، تواصل معاه امبارح، كان صديقه الشخصي، بقول له محمد ما قاومش ازاي؟ ازاي محمد ما قاومش وهو شاب؟ معلش دي انثى قدامه يعني. قال لي محمد جالي في يوم متخربش بيشتكي ان هو مراته هو شد معاها هو وهي، وصلت لمد الايادي. طبيعي اي حد هيضرب حد هيمد ايده. اكيد هو حتى لو حتى انا بتدافع عن نفسها اي حاجه، هتدافع بالايد، هدافع بعصاية، هدافع بمخده، هدافع باي حاجه، لكن مش هستل سكين. ده المطبخ عند محمد قد كده، نص متر، يعني لو واحد فرد دراعته الاثنين فيه هيكسره. طبخ سليم ما فيهوش اي حاجه خالص. ده 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 ده, ده مين عنده الجرأه انه يعمل الكلام ده؟ احنا بنطالب بحقنا، حق محمد احمد عبد الحفيظ، احنا بنطالب بحقنا ومش هنسيبه. احنا بنثق في القضاء المصري وبنثق في مؤسسات الدوله المصريه كامله، ما فيش اي مشكله بالنسبه لنا، لكن احنا بنطلب حقنا، حقنا القانوني. احنا قطعنا ايدينا قبل ما نمد ايدينا عليها، ومع ذلك بنطلب من القضاء المصري، سيادة النائب العام احنا بنوجه ليك دعوة عاجلة
ان احنا بيجي لنا تهديدات ان احنا هنخرجها. هتخرجوها ازاي؟ هنطلعها حاله نفسيه، هتتعرض على الطبيب. اتعرض على الطبيب ازاي؟ والنيابه اجازه، النيابه اجازه من يوم الاثنين، ازاي تم العرض على الطبيب لو ده حصل؟ طب النهارده كان في بوستات على صفحتها طبعا نتيجه الهاشتاج اللي احنا مفعلينه حق محمد احمد عبد الحفيظ، البوستات دي اتمسحت. اي اتمسحت اي اليه تتمكن بني ادم موجود في السجن تحت حوزه الحكومه انه يمسح الفيديوهات دي، انه يمسح البوستات؟ لا، ده في حد، ده في تواصل، ده في تواصل واحنا في اجازه، ده في تواصل واحنا في اجازه. احنا اودعنا حقنا عند ربنا سبحانه وتعالى ثم القانون، ولكن احنا نطلب حقنا فقط، احنا ما بنتجناش على حد. طب يعني ما رأيتش حتى ان في بينها وبينه طفل؟ يعني لسه طفلين، في طفله 3 سنوات، طفله 3 سنوات شهدت الواقعه. طفله للاسف، للاسف للاسف وللاسف للاسف البنت شافت الواقعه، بابا ضربت بابا بالسكينه جاب دم. ماما ضربت بابا بالسكينه وجاب دم. يعني ضربت بنت 3 سنوات قدام بنته، قدام بنته. يعني وبعدين هو الاستاذ والدها لما يقول محمد جابها من شعرها من اوضه النوم، خدها سحفها دقها بالشلوط كسر الباب دخل جوه على اوضه النوم على المطبخ حط رقبتها على الرخام، ايه يا عم؟ هو محمد كان ايه؟ هو محمد عمل كل ده ومفيش خربوش في وشه؟ محمد اتقتل ومفيش خربوش في وشه؟ محمد الطبيب الشرعي مفيش خربوش في وش محمد، مفيش خربوش في جسمه، مش الطعنه اللي جت في صدره، الطعنه الوحيده اللي جت في صدره. محمد كان نازل رايح شغله، واحد رايح شغله عاوز يروح داخل عليه عيد بعد بكره، عاوز يروح يقضي العيد مع عياله، مش عاوز يعمل مشكله. طب ازاي؟ ازاي أنا ازاي محمد هيروح يجيبها؟ طب ما هو لما تشوف لما بنتها شافت الموقف ده وشافت دم او ابوها مرمي في دمه، يعني قدامها لفظ انفاسه الاخيره، للاسف صدمه وعقده نفسيه لبنت ليس لها ذنب غير ان امها قاتله، قاتله والدها، يعني مش قاتله اي حد، يعني جوزها اللي اطفالها منه، يعني يعني كل واحد كره عينه اولاده، لما انا اعمل كده في جوزي قدام عيالي قدام ولاده عقده وصمه عار في تاريخهم. للاسف احنا بنحاول ناهل البنت انها لحد دلوقتي بنت لسه لحد دلوقتي بصدمه، احنا بنحاول ناهلها ان احنا ما تقولش الكلام ده، خاطر دي بنتنا احنا، دمنا احنا، احنا عاوزين نحافظ على دمنا، نربي عيالنا زي ما ربنا اهلهم، نربيهم كويسين، نربيهم صالحين، نربيهم ان احنا ما لناش دعوه بحد، احنا سجلاتنا ناصعه البياض، لا فيش حد فينا له سابقه، ما حدش فينا متهم في اي قضيه، والحمد لله لا لنا علاقه بده ولا بده، احنا علاقتنا كلها علاقات طيبه مع ربنا سبحانه وتعالى ثم مع البشريه، وفي نفس الوقت هو صديقي في الدراسه، لان احنا اصلا في شهر واحد مولودين تقريبا. محمد مسالم بطبيعته حتى في الدراسه، يعني المشاكسات الطبيعيه اللي بين الاطفال ما بتكتش، يعني هو كان مسالم بطبيعته، ما يمسكش عصايه، ما يضربش حد، ما يتخانقش. النهارده ابن خاله بيتواصل معايا فبنتكلم في موقف، بيقول لي ده ما هو احنا صغيرين بنت ضربته واحنا ماشيين، للاسف ما ردش عليها، يا عم عيله صغيره، رغم ان هي كانت تقريبا في جيلنا. هو شخص مسالم بطبيعته، شخص ملوش في العنف، ولو هو لولو في العنف محمد متجوز بقاله 4 سنوات. نقطه بس عشان خاطر الناس تفهمها، محمد بقى متجوز بقاله 4 سنوات، معلش انا لو معتاد ان انا اضرب مراتي ضرب مبرح، النهارده قانون الاسره الظالم، قانون الاسره الظالم وداها خلاها تروح تاخد حق مش حقها في المحكمه، ما راحتش ليه المحكمه عملت له محضر؟ ما راحتش ليه؟ لما هو بيضربها ضرب مبرح كده، ضرب قاتل، ده المفروض يعني زي ما هم مدعوا، يعني زي ما هم مدعوا. ما انت لما تقول لي ان انا اجي في يوم واحد واكون هموتك، لا يبقى اكيد ليه سوابق قبل كده. اكيد. طيب فين السوابق دي؟ هل في عمده؟ ده احنا عندنا احنا في قريه عندنا مجلس قروي، المجلس القروي دول بيكون في كل عيله فيها كبار، في كل قريه فيها كبار، داخل كل اسره في كبار. طب يا سيدي انت جمعت ناس قبل كده وقعدت وقلت نحل اصل عمل وعمل محضر ونعمل ومش عارف ونسوي؟ ما حصلش، تبقى لوحدها. يعني
يعني ما حصلش اي قعده قبل كده مثلا، ان لو او ما كان في حس... مشكله اه اي ما حصلش حاجه اعداد كبيره وهات فلان وهات فلان، ما حصلش اي مفيش حاجه من الكلام كده. ده كله. الخلافات العاديه اللي هو مثلا انا غضبانه خلاص هعمل عاوزه ايه، عاوزه كذا هنجيبه يا ستي، انا عاوز ايه، انا عاوز رضاكي وخلاص تعيشي معايا نبقى احنا عايشين قلنا حتى كويسين. كمان ان يوم الواقعه ان هو كان بيركب تكييف من التكييفين اللي هم هو كانوا جاب مطلوبين، تكييف، جاب واحد اللي هو قال لي هجيبه، وبعد كده ما اخلص قسطه هجيب اجيب التاني. هجيب التاني اللي هم الطلبين اللي هم كانوا بعد التكييف عايزينه. بربع ساعه، بعد التكييف بربع ساعه حصلت الصدمه الفجعه اللي احنا فيها ديت يعني للاسف. بعد يعني ما ركب التكييف بعد الاول ما ركب التكييف الاول الفني نزل من هنا، هو خلاص خلص، والدها كان موجود، نزل والدها، حصلت ما فيش بعدها اقل من ربع ساعه كمان. اقل من ربع ساعه. لقيت والدته خرجت على صرخاته بيستغيث بيها، الحقيني يا ماما، محمد قدامها على الارض فاقد النفس، فاقد كل شيء، فقد الحياه. يعني اخر حاجه بيستغيث بيها والد، اني شخص هيكون بيستغيث بوالدته غير ان هو هيكون خلاص ان هو يعني خلاص فقد كل شيء، فقد محمد، فقد محمد يا جدعان، محمد مات عشان فقد الامان في بيته، ابسط حقوق اي بني ادم في الدنيا ان هو عمل بيت وكون اسره عشان يكون امن داخل الاسره. احنا كلنا لما اتفاجعنا بمحمد لا نعي ان يكون القاتل من داخل المنزل، كلنا فكرنا اي حاجه من يعني بره. لما سمعتوا الخبر انتوا فكرتوا لا حد مثلا طبيعي، سرقه او اي حاجه، قلنا او اي حد انا مضر اول يعني. ما جه في دماغي قلت سكته قلبيه، صدمه، خبطه بالعربيه، وقع وهو بيشيل التكييف، وقع في المنور، وقع من فوق سطح غاز. احنا بنعمل البيوت عشان نكون امنين فيها ونكون بيئه صالحه، ما بنعملش البيوت عشان نكون مخونين فيها. احنا بنمشي على الطريق بناخد اليمين، فما بالك في بيتنا، بيتك اللي انت بتقفل على نفسك المفتاح وبتخش جنب مراتك وتنام، انت امن في بيتك ماشي. احنا الرسول من كان امنا في بيته، احنا محمد للاسف ما كانش امن في بيته. محمد ما كانش آمن. محمد لو كان امن في بيته لم يقتل في منزله للاسف. يعني على الرغم من البوستات والحاجات اللي كان بينشرها، يعني كان اخرها خالص كان في بوست جميل. على الرغم من البوستات اللي محمد كان بيعملها، محمد كان بينزل في البوستات بتاعته انت اهم انجازاتي وانت وانت وانت. هوري لحضرتك انا بوست دلوقتي، انا 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 طبعا اتصدمت لما شفته الصبح. تمام، ان هي من القاتله منزله بوست ان الراجل، ان الواحده لما تحصل خلافاتها، خلافات مع زوجها، لما يحصل خلافات مع زوجها، ان الواحده لما يحصل خلافات مع زوجها ما تقولش لاهلها ولا تقول لاهله، عشان لما تقتله ما فيش حاجه تثبت عليها. كاتباله ايه للاسف؟ كاتب لها ايه بقى؟ للاسف كاتباله الله، كاتبه طبعا بوست مشيره من صفحه ايا يعني كان الصفحه، صفحات سيئه. الله يعيننا على فعل الخير، بلاش تحكي لاي حد عن مشاكلك انت وجوزك، لامك ولا اختك ولا حتى صاحبتك، اتكلموا عني كويس وخلي صورته حلوه قدامهم عشان لما تقتليه ما حدش يشك فيك. للاسف ده اخر بوست يا كاتباه؟ لا مش اخر بوست، هو بوست من بوستاتها، بوست من بوستاتها. للاسف هي قتلته. للاسف هو قتلته وهو كان بيشرب بوستات حلوه. للاسف هي في بوست كمان، للاسف هي قتلته عشان خاطر قتلته عشان خاطر هو كان مسالم امن، كان مفكر ان هو بيته امان ليه، كان مفكر ان هو كان مفكر ان هو بيته ملجا ليه. ايه رايك انت؟ تمام. ده يعني ده كومنت اهوت، ده كومنت للاسف على البوست اهوت. هي بتقول له ما انا بدات اجهز السكاكين اجهز الاكياس وسن السكاكين. تمام تمام يعني يعني حتى في حد غريب اهوت ما اعرفش مين معلق بكومنت ما ينفعش ان هو يظهر، وما ينفعش ان ادبنا ما ينفعش يظهر الكلام ده كله. محمد الكارثه الاكبر ان محمد والدته جت قبل الواقعه بيوم. محمد والدته لو ما كانتش موجوده محمد كانت اتكيس زي ما اتكتب في الكومنت، محمد كانت اتقطع. ستر ربنا ان والدته جت قبل الواقعه. هو كان في مثلا قصه حب ما بينهم، كان في قصة حب ما بينهم يعني قبل الجواز يعني ما بين محمد؟ لا طبعا ما كانش في قصة حب، جواز تقليدي عادي خالص، بنت في قرية تانية أبوها وأمها زمايل أمه، للأسف اختارتها له خلاص اتجوزها، عجبته اتجوزها، جواز تقليدي عادي ما فيش أي مشكلة فيه. جواز تقليدي عادي خالص ما فيش أي مشكلة فيه، لكن لو لا في علاقة حب ولا في أي حاجة خالص من الكلام ده. ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه، الله يا ربنا يجعله في ميزان حسناته، ربنا يرحمه. تاخد واحنا بنطلب من القضاء المصري
انه القرار المصري نزيه طبعا، احنا ما لا شك ولا غبار على الموضوع ده كله. احنا بنطلب من مؤسسات الدوله المصريه ان هي تكون على الحياد، وان احنا ما يجيلناش زي التهديدات اللي جالنا ان احنا هنطلعها عفو صحي، هنطلعها نفسيا، هنطلعها اصل هتخرج النهارده، اصل خالها له علاقات بناس مسؤولين وناس لهم علاقات في الدوله، بنت مين ديت عشان خاطر الناس اللي لهم علاقات في الدوله دي طلعوها. تمام، عاوزين نفهم. وحق محمد احمد عبد الحفيظ مش هيروح، احنا هنجيبه وبالقانون مش بحاجه تانية غير القانون ان شاء الله بامر الله. يا ربنا يرحمه يا رب ويجعل ميزانه ده ميزان حسنات. يعني انت بقى حضرتك بقى هتكلمنا عن تفاصيل ايه اللي تم يا فندم في يعني في حياه محمد وعلاقته بزوجته اللي هي المتهمه اللي قتلت محمد. محمد كشاب اي شاب اتجوز تجوز تقليدي من 4 سنين. هو من أسرة طنط الجزيرة معروفة بالعراقة، أسرة أبو رجب. والده كان مهندس زراعي في مركز البحوث الزراعية. والدته موظفة. عمه مدير عام بالتربية والتعليم، وعمه دكتور جامعي، وابن عمه كلية طب عسكري. أسرة محترمة، أسرة كلية البلد بتحلف بنزاهتها وبأدبها. اتجوز من 4 سنين. كانت كل املنا في الحياه وكل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نخلي محمد على كفوف الراحه هو وزوجته. اكيد. كل سنه بتصيف في شرم الشيخ في الغردقه، يعني لسه قبل ما يتوفى كان حاجز لها في شرم الشيخ ونازله جايبه الكريمات والحاجات اللي هتاخدها معاها. عايز اغير ستاير الشقه اخليها بالريموت مع انها لسه متجوزه من 4 سنين، واي حد يقول ان الستاير يعني لسه جديده، حاضر نغير لك ستاير الشقه نخليها لك بالريموت. عايز اغير ديت، عايز اعمل ديت، عايز عبايه من على النت ب 1500. 1500 ده مصروف بيت، هو كان بيخليها مدلله، كل اللي هي عايزاه بيعمله لها. نجيب لها ستان، نجيب لها العبايه ب 1500 عشان خاطر محمد. وهو كان الحمد لله هو مقتدر الحمد لله، يعني الامور الماليه معاه كويسه الحمد لله. ما كانش مقصر معاها في حاجه. اخر حاجه قالت انا عايزه التكييف قبل الوفاه بيوم، راحوا وجابوا تكييف والفني جه عشان يركبه. فوجئنا ان الساعه حوالي 11:51 دقيقه جاي لنا تليفون ان محمد مخبوط بطعنه في قلبه وراحوا به للدكاتره. رحنا للدكتور قال البقاء لله. فوجئنا ان التيشيرت اللي محمد لابسه مش هو التيشيرت اللي اتخبط به. تمام. يعني التيشيرت اتغير. يعني كان في مجال ان احنا كان في نيه للتلاعب، نية لطمس الحقيقة، بس هو ربنا سبحانه وتعالى ان محمد خرج من الشقة وقال الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما، وصوت ووالدته شافته نزل صوتت، الجيران طلعوا جابوه من على السلم من قدام باب الشقة. التيشيرت اتغير، التيشيرت اللي محمد راح به للدكتور وراح به المستشفى غير هو التيشيرت اللي هي كان اللي انخبط اللي انطعم به، لان التيشيرت مش مقطوع مكان السكين. طعنه غائره 7 سنتي في القلب واصله لغايه اللوح الظهر بعرض 5 سنتي. يعني الواحد لازم يكون ما يكونش امن في بيته، يعني الواحد يبقى امن في بيته مع زوجته. هيبقى امن فين؟ في الشارع ولا امن في اي حته بالظبط؟ ما كانش الواحد يبقى نايم ومطمن وهو نايم في بيته انه نايم بزوجته، ام عياله هي اللي في بيته هي اللي بتحافظ عليه، يبقى مطمن فين بالظبط؟ زي ما قلت لحضرتك بقى فوجئنا، سامحيني يا ماما، سامحيني يا دكتوره منى لاخته، انا ما كنتش اقصد، انا كلام اتقال بقى، انا عايز اربي العيال. تربي العيال مين؟ يعني ازاي نامنها انها تربي عيالنا وهي قتلت ابوهم؟ ابوها جه باعصاب بارده واخواتها جوهم اعصاب بارده وهم ماشيين بعد ما ضابط المباحث خدها وكيل النيابه، انتم مفكرين انها تتحبس؟ احنا هنخرجها بكره. احنا طبعا واثقين في القضاء المصري، يخرجوها بكره ازاي؟ ده قتل معمد، ده السكينه في اوضه النوم وضابط المباحث واخدها من اوضه النوم. يعني السكينه مش في المطبخ، او الطعنه بالصدفه، لا ده سكينه متاخده من المطبخ وراح لاوضه النوم عشان تقتل بها. محمد كان طوله
حوالي 180 سنتي 185 سنتي، عضلات كويسة، كان مقدم في الكلية الحربية ووصل لنهاية المطاف، وكان ممكن يخش يبقى ضابط القوات المسلحة، بس هو اللي رفض لأنه ما بيحبش العنف وما بيحبش الحاجات، هادي بطبعه. لو الطعنة دي وجها في وجه كان محمد هيقدر يتلاشاها أو هيقدر يحافظ على نفسه، لكن الطعنة دي جاية إما وهو نائم أو يعني بدون ما ياخد باله يعني. ربنا يرحمه يا رب، ويعني وان شاء الله المتهمه تاخد جزائها وعقابها الرادع، واحنا طبعا زي ما حضرتك قلت احنا واثقين في القضاء ان شاء الله. احنا واثقين في القضاء المصري ان شاء الله، وواثقين في تحريات مباحث توخ، ان هي عمالين يقولوا التحريات هتقول ان هو كان، هم يقولوا اللي يقولوا، بس التحريات اللي في الاخر ان شاء الله يعني هتقول الحقيقه والحق والحق هيظهر ان شاء الله يعني. ان شاء الله احنا متشكرين جدا لحضرتك. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا القصة الكاملة لمقتل الشاب أو الشهيد محمد عبد الحفيظ، يعني قصة مأساة طبعا وثق في زوجته وقدم لها كل يعني فروض الطاعة والولاء، ويعني مش هنقول فروض الطاعة، كمان الحب الشديد وتوفير كل المتطلبات الخاصة بيها على الرغم من صعوبتها بالنسبة للشاب برضو في هذه الظروف، يعني إلا أنه كان بيسعى لتوفير هذه الطلبات، و يعني زي ما بنقول طلبات الزوجة كانت أوامر، حتى كان يعني كانت نهايته الطعن والوفاء على يد زوجته. يعني احنا ان شاء الله واثقين في القضاء العادل وواثقين في يعني حق محمد ان شاء الله هيجي. واحنا كنا معاكم من منزل شاب محمد عبد الحفيظ بقرية بعزبة طنط الجزيرة، وكان معاكم ابراهيم سالم مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة القليوبية.